بداية، وزير الخارجية الأمريكية في الأردن اليوم، ما هو الجديد الذي سيحمل في هذه الزيارة برأيك؟ يعني أجندة اللقاء تقريبا أصبحت واضحة. يعني المعلن لهذا اللقاء هو موضوع الهدنة بالدرجة الأولى وما يترتب عليها من انفتاح إسرائيلي على موضوع المساعدات، وخاصة بعد قصة إنجاز القرب من إنجاز الرصيف العائم اللي على سواحل غزة. لكن أنا بتقديري أن الموضوع الأهم على أجندة الوزير هو موضوع الهدنة والصفقة المرتقبة بين حماس وإسرائيل. الرئيس وزير الخارجية سيحاول قدر الإمكان أن يبحث في موضوع الصفقة ويستمع للرأي الأردني. أما النقطة الأخرى التي تترتب على موضوع الصفقة والاستماع للرأي الأردني حولها، هو اليوم التالي للحرب. اليوم التالي للحرب ما زال يعني شبه مبهم، لأنه نتنياهو كما تعلمين لا يريد الإفصاح عن خطته لليوم التالي للحرب لاعتبارات تتعلق به وبقاء حكومته وأيضا بقاؤه هو كرئيس حكومة. ولكن بالنسبة للولايات المتحدة الموضوع مهم وضروري لكي يكون هناك رؤية بعد أن تنتهي هذه الحرب. والولايات المتحدة لا تريد أن تستنزف جل جهدها في هذه الفترة في هذا الموضوع، لأن الولايات المتحدة الآن في حالة، أو الإدارة الحالية هي في حالة انتخابات كما تعلمين، وفي تخوف كذلك أيضاً طبعاً. وبالتالي هي تريد، يشعرون بالقلق. نعم، تريد أن تغلق هذا الملف بأسرع وقت، وعندما يغلق هذا الملف يجب أن تكون هناك خطة جاهزة لليوم التالي. من أبرز عناوين الخطة الجاهزة التي تم الحديث عنها هو أن يكون هناك دور إقليمي عربي لإدارة القطاع وتشكيل حكومة تكنوقراط. وبتقديري أن الولايات المتحدة تعول على دور أردني بهذا الاتجاه، كما تعول على دور مصري، كما تعول على دور إماراتي. ومن هنا يمكن القول أن اليوم التالي للحرب قد يكون هو الأجندة الحقيقية التي ستبحث بالإضافة للصفقة. أما مسألة المساعدات فهي تحصيل حاصل، أنها ستكون ضمن هذا السياق الذي يأخذ طابع الهدوء في حال وجود تفاهمات لصفقة. طيب، هذه يعني هذه الزيارة هي السابعة سيد يعني في المنطقة، يعني لا بوادر لإيقاف الحرب يعني بعد هذه الزيارات. يعني هل نستطيع اليوم القول بأن هذه الزيارة سوف تحمل رسالة معينة بإيقاف مؤقت أو إيقاف كامل؟ لا، أنا بتقديري لا نريد أن نركز أن هذه الجولة السابعة هي فقط من أجل الصفقة، هي جزء من المهام مثل ما أشرت قبل قليل. الصفقة أو لربما تكون هي الأهم، ولكن من قال أن هناك مناخ كامل لإبرام صفقة؟ ما زال هناك تباين شديد بين حماس وبين أيضا إسرائيل. ما زال الائتلاف الحكومي يهدد بمسألتين. الائتلاف الحكومي أقصد اليمين الذي يتحالف مع نتنياهو، يشدد على مسألتين: يجب عدم التراجع عن دخول رفح، وهذه عقبة أمام الصفقة، ويجب أن لا يكون هناك صفقة أبدا، لأنه يجب أن يبقى هناك احتلال إسرائيلي لقطاع غزة من أجل اليوم التالي. في نظر هذا اليمين هو إعادة احتلال غزة والبدء ببناء مستوطنات جديدة فيه. إذن يعني المناخ الذي يتحدث عن التفاؤل، أنا شخصيا أستغرب ما هي بوادر هذا التفاؤل. لا ندري، قد يكون هناك شيء تحت الطاولة نحن لا نعلم عنه، ولكن أنا بتقديري أن الآمال المتعلقة بموضوع عقد صفقة في القريب العاجل هي قد تبدو أقرب للوهم منها للواقع.